سابع ونقرأ التخطيط 1.7 تريليون جنيه استثمارات حكومية في البنية التحتية خلال 6 سنوات. كشف تقرير حديث لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الحكومة أنفقت 1.7 تريليون جنيه على مشروعات البنية التحتية خلال 6 سنوات. أكد التقرير أن هذه الاستثمارات والجهود التنموية التي بذلتها الحكومة ساهمت في صمود الاقتصاد المصري أمام جائحة كورونا، ومكنته من تحقيق معدل نمو قوي مقارنة بغالبية دول العالم. أشار التقرير إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته مصر بالإضافة إلى إصلاح التشريعات ساهم في تحقيق معدل للنمو بلغ 5.6% في النصف الأول من العام المالي 2019-2020 قبل بداية أزمة كورونا، بالإضافة إلى ما يتميز به الاقتصاد المصري من تنوع في القطاعات.